مرحبا شباب، معكم منصور من قناة فورجيك سايز. ولي اليوم عندي فيديو فن. اليوم وصلني التنز مال يوغي موتو. طبعا هاي التن اللي سنويا يطلعونه في الريبرنس حق البطايق القوية، وطبعا في اشياء حلوة يعني من بدال تاخذ الباكات او هاي مني منك. هاي مال 2006 كامل موجود. اوكي شباب، بطلنا الباكات. خب التن مسب في 3 باكس اللي هو ميجا باك مال هاي. طبعا احب اشكر هوايتي حق هالفليمات الحلو مال ليدي ميليساندرا من جيم اوف ثرونز، من يعرف هالهاوس اللي هو هاوس بوراثيان اورز از ذا فيوري. وطبعا مال ميوغي موتو احمر وسلايفر، عندي اللي هو سليف احمر حق نغلف البطايق الحلوه اللي بنحصلها. طبعا حاب اشكر هوايتي بعد حق هالسليف. يلا الحين نروح نبطل الباكات. الحين ما دام ان هالثنين نفس بعض بس نبطل واحد عشان نراويكم شنو نحصل من البرومو باكس. إذن نحصل سلايفر ذا سكاي دراجون ذا دارك ماجيشن اللي هو فارس الظلام، وهالماجيشن الجديد شباب، وعندكم اللي هو دي دي دي، وعندكم اللي هو دراجونايت، وعندكم بوفورما بال اللي هو بندلم سورسر. الحين نروح حق اول باك. يلا شباب، واكثر بطاقه انا ادورها اليوم اللي هي سولم سترايك، فاتمنى احصلها. ناس ما نقول شباب نثق بقلب الورق. ونروح عندكم ريد رابتر، فراكتر فاكتوري، بوفورما بال، بوفورما ميج، الريرو الكايجو توين توستر. ما صدق لوز وان ترن للاسف، اللي هو بوستر بليدر. نروح نخلي توين توستر في سليف. يلا الباك الثاني. اول باك كان زين شباب، يلا نتمنى الباك الثاني يطلع بعد احسن. فورم فار، ريد رابترز، برينت سبارك، على هو البندلوم، ماجيك سبكتر، ماجيك سبكتر، بينفول اسكيب. ما حصلنا شيء. اوكي يعني ما مانع، لا بأس. حين الثالث آخر باك اللي موجود في التن الأول مال يوغي موتو، سوبر هيفي ساموراي، سوبر هيفي ساموراي، سوبر هيفي ساموراي، بفورما بال اليمل. انزين عندنا اللي هو التون باستر بليدر، زين هو ماجيشن، اللي هو جايا، لايكون لايكون ألتيميت بروفيدنس. زينة خليها هني. نضربها سليف. الحين الباك شباب، الحين الباك الأول من التن الثاني مال يوغي موتو. بس فورمال فورمال سوبر هيفي ساموراي، ريدو رابترز، رابترز جاست، كيرن اللي زانجا ماجيشن، ماجيك سبكتر. painful decision، وايد زينه وايد زينه، painful decision وايد زينه. خليك كيرن بعد اني ارفع عليه. بس painful decision بطاقه وايد زينه نحصلها. انت تلعب بندلمز او اللي هو الاجنايتس او الميتال فولز وايد فيدك. يلا الباك الثاني من السن الثاني، اثنين اثنين، هنشوف شلون يصير الحين. اللي هو سوبر هيفي ساموراي، اتش ام، دوم دوغ، فايت فور شيب، ريبليون، بلاك فزع، ماجيك سبكتر، باستر بلينر، سوبر سولجر، تراب تريكس لفريجا. باقي هاي ما في مشكلة، ما حصلنا لها شباب، بس حصلنا اللي هو سوبر سولجر، تراب تريكس لفريجا. زينة وايد فيت صراحة. الحين آخر باك، The Pack of Destiny. يلا نثق بقلب الورق شباب، ونروح ونقول بسم الله. اوكي بالانس اوف جاجمنت، مو اللي هي لو بيها هيومد وينز، رايد رابترز،
دائما مست ماجيك سبكتر ألتيميت بروفيدنس ها جراند هورد اوف هيفن إغنايت شنو حصلنا سو فار يعني شباب هاي حصلناهم اللي نقدر نستفيد منهم بس توين تويستر في البداية وعندك بينفل ديسيجن كان وايد زين فايند وايد حلو حاب أشكر هوايتي حق المات الحلو صراحة والسليبات حاب من فيديوهات زيادة إن شاء الله ننزل زيادة في القناة شكرا للمتابعة مع السلامة.